خمسة شهور بعد انفصال الجنوب يواجه السودان مصاعب اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار والتضخم ونقص في العملة الأجنبية، وفوق كل ذلك وجود قيادة واحدة في السلطة منذ عام 89، أمور تبعث عدم الارتياح في نفوس البعض هنا. تعتبر الجامعات السودانية عادة ساحات مفضلة للنشاط السياسي، وفي هذه الجامعة بالذات جامعة الخرطوم حيث تخرج الكثير من القادة السياسيين السودانيين، غالبا ما تعكس النقاشات في وساطة الطلاب حالة الاستقطاب في البلد. لا خلاف هنا على الحاجة إلى تغيير الوضع القائم. نفس الأزمات اللي أدت إلى أن تسهل الثورة في تونس ومصر متواجدة في السودان بصورة كبيرة جدا. لكن عندما يتعلق الأمر بالسؤال لماذا لم نقم بثورة شعبية، تبدأ الآراء في الاختلاف. ندي الحكومة الموجودة فرصة في أن نشوف خطوات جديدة في حل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعد ذلك ممكن يتحدد شكل النوع الجديد من التغيير. في سؤال غبي جدا أنه المواطن بيسأل بيقول لك إحنا لو شلنا نازل البديل اللي بيجي منه، يا أخي أنت شيلهم وتخليها البيئة موجودة، الله خليها لله. هؤلاء بعض من حاولوا تغيير النظام، وهذا ما يحدث لهم عند كل عملية تظاهر. يطلق هؤلاء على أنفسهم تسميات مثل جريفنا وشرارة، يتواصلون عن طريق الفيسبوك وتويتر، حرام والله حرام، أو يجتمعون في أماكن يعتبرونها آمنة، أغلبهم من خريجي الجامعات العاطلين مثل عز الدين. فلأنه فرص العمل كلها بقت محصورة على أبناء وبنات وكل منتفع من هذا النظام. لكن شباب غريفنا يعلمون جيدا أنهم قليل العدة أمام جحافل الأمن وقليل العدد مقارنة بباقي أفراد المجتمع ممن لا يستطيعون أو لا يريدون مقارعة السلطة. في أغلبية هي خايفة من السلطة، وفي أقلية هي مستفيدة من السلطة، ما في فئة تانية في السودان. هذا الطرح المتشائم نوعا ما ربما يوافق عليه الكثيرون هنا، وبالتالي قد يتعين على شباب غريفنا أن ينتظروا زمنا آخر تكون الظروف فيه مؤاتية. محمد فال، الجزيرة، الخرطوم.